ثابت ويا رب. مجلس النواب الإثيوبي أعلن مفاجأة سياسية غير متوقعة بقبول استقالة رئيس البلاد مولاتو تشومي قبل نهايتها بسنة. يعني هو المفروض كان لسه قدامه سنة، فرئيس إثيوبيا قدم استقالته وتم انتخاب سهلة، لو أنا بنطق الاسم صح، ورق زودي، أو سهلة ورق زودي، خلفا لتشومي. ودي الحقيقة، هذه هي السيدة إذن رئيسة إثيوبيا، وهي أول امرأة تتولى رئاسة إثيوبيا، ويعني أولى تصريحاتها بعد إعلانها رئيسة للبلاد أنها تسعى للسلام لأجل الأمهات، تسعى للسلام لأجل الأمهات. الحقيقة أن الحكومة، حكومة أبي أحمد، كانت عايزة تبعت رسالة تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين، من بينها تولي حقائب وزارية، وأنه المرأة في إثيوبيا تاخد دورها ويتم تعيينها في، كان في مرأة بيتم تعيينها في وزارة الدفاع، وده أول مرة في القارة السمراء، وبالتالي نالت استحسان الكثير من دول الاتحاد الأوروبي كمان وغيرها، بحثا ربما عن الدعم والمساندة للعديد من القضايا الإثيوبية المحلية وحتى المتشابكة مع قضايا أخرى إقليمية أو عالمية، وإرسال رسالة إنه إثيوبيا أكثر انفتاحا على العالم الحر. رئيسة إثيوبيا سهلة ورق زودي أدت أمس اليمين، بالفعل أمس الخميس، اليمين الدستورية كأول سيدة تتولى رئاسة جمهورية إثيوبيا. نروح